Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi lailati sa'idah naltaki maratan uhra bismi Nadia Malia bil ahbaril hara fi qanatil mahira. أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم بالهدى القرآن سائر في طريق الحق يا جند الله. هذا الحديث ما يتعلق عن لهانة التي تقع في مدينة بندن Baljani yakni mudaris fitil kama dorosati ismu heri. Walai sat sma jeniyatuhu talibatan au talibataini. Lakin yakni isna ta'asrata talibatan. Lihadil ihana kot waladat samani majeniya. Bimuna sabatil muda ilam heri iktisob talibat skula yaum. Wayu akibuhunna hamilat. Manna ba'dahunna sakaunaan hadhil wakia. Lakin nahu yukti adja. Wayu ahiduhunna annahu sayakunu mas'ul wal muwailis sabihi. ويؤهد أيضا أن الصبي سيكون سرتي والمسؤول معهد وعلى جانب ذلك هو يفهم للطالبات لابد لهن أن يطيعن مدرس في أي حال وفي أي مكان قرر مجلس مدعي العام في جوة الغربية إقامة الهري أن دستور على حماية الطفل يعني أولا كدي له الأقدام وثانيا والإقامة الإضافي شكل الإغصال أيها المشاهدون فبهذه الواقعة نستطيع أن نأخذ الكبرى يعني احفظ نفسك وأطفالك واحتر لهم البيئة طيبة لتركية نفوسهم هذا ما أريد إلقاءه إليكم نلتقي مرة أخرى بالأحبار الحارة في قناة الماهرة شكرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى